بالنسبة للطاكسي كاين بعض الإخوان تيعانيو من هاد المشاكل هادو ديال هاد التطبيقات. المشكل اللي كاين فيها هو بأنه هاد الناس هادو يعني راه ما مرخصينش، راه ما عندهمش ترخيص، ولو كان عندهم الترخيص غادي يخدموا قانونيا. علاش بالنسبة للطاكسي قانوني؟ الطاكسي عنده الرقم ديال المأذونية ديالو، عنده تأمين ديالو، يعني هادوك الأشخاص اللي كيحمل هاد الطاكسي هذا بالنسبة ليهم راه مأمنين. الإشكال الثاني وهو هاد الناس هادو ديال التطبيقات اللي كنشوفوا حنا مؤخرا بالنسبه للناس ديال الدار البيضاء، راه كانوا لقاو واحد السيد بانه تيزاول المهام ديالو في اداره عموميه عون سلطه، وكانوا قبطوه فسميتو هاز مع زبائن يعني اوروبيين ماشي حتى مغاربه. كاين بالنسبه لهاد سميتو النقص، كاين ضروري من هاد النقص هذا، لان المشكل اللي كاين وهو دابا ولاو الناس يطلبوهم دابا عبر التطبيقات، يعني تيكون داخل عنده. غير الاشكال بعض الاخوان راه ديال التطبيقات راه تيخرقوا حتى هما القانون، لان كيلونسيو الصوره ديال البيرمي والكارت غريز في سميه، وما تيجي سائق تيجي واحد اخر ماشي هذاك السيد اللي تلونسا التصويره ديالو او الاسم ديالو. لا، وكاينين بعض الكليان الله اعلم هما تيصرحوا في الاقوال ديالهم بانه تيتعرضوا بالتهديدات، تيتعرضوا للالتزاز، تيتعرضوا للكريساج، هادشي اللي سميتو. اما بالنسبه للطاكسي، الطاكسي اخويا راه خدام وغادي يخدم وديما خدام، لان علاش مديورو وعندو ظاهر، راه ما يمكنش هاد الظاهر هذا غادي يجي يغيرو شي واحد. راه تيأثرو بشكل كبير بزاف ديال العوامل، ومن ناحيه الطاكسي اجره كيخلص واحد المصاريف واحد الضرائب، هو فهمتي ما كيخلصهم ما والو، يعني داكشي ماشي متوازي، ماشي بحال الا جا يدير كلشي يدير بحال اللي غايدير التطبيق، يعني غتولي الفوضى وغتكثر النقل وفهمتي غتولي المشاكل. بالنسبه للتطبيق هو داير واحد المشكل، كينقص واحد شويه السعر على بالنسبه للطاكسي فهمتيني، يعني ما بقاتش داك الاسعار اللي كتعرف، ولا كل واحد كيدير كله كيدير ثمن، يعني ما بقاتش واحد المساواه في التطبيق، كلشي في الطاكسي يعني كلشي كيعرفها، يعني تسولي واحد يقول لك الثمن، يعني كله باش كيهز. الطاكسي تابعه الكريمه، تابعه لاسورانس، تابعه بزاف ديال الحوايج. هاد الناس هادو راه تيخدموا بواحد الطريقه عشوائيه، هاد الناس راه ما لقيناش ليهم حنا الحل راه ما لقيناش، والجميع راه كيعرف كل شيء. هاد الناس هادو راه خص يدار معاهم شي حل، راه اللي كيركب راه كيضحي، اول حاجه كيضحي بنفسه. تلاقاو مشاكل معاهم في الطريق، ملي كتكاليه واحد تيضيع لك وقتك ويقدر يرجع لك في طوموبيل خسرها ليك، غير قانوني غير قانوني. الدوله دابا راه كتشوف كل شيء وكتعرف كل شيء، تاخذ لنا حقنا في هاد الناس هادو، حتى هاد الناس هادو كيخدموا مجهولين بدون رخص بدون اي طريقه.